اتعلم ايه من قصة نجاح جوجل دي اللي البشر معاصرينها حاليا في جميع انحاء العالم؟ واحد، الناس دي حطت هدف وركزوا عليه. اتنين، ابتدوا باللي يقدروا عليه وتطوروا حسب كل خطوة او مرحلة بمعطياتها وظروفها. تلاتة، حددوا الخطوات اللي هيمشوها من غير ما يقلقوا على نتائج او ربطوها بشروط ممكن تعطلهم او تأخرهم. اربعة، رسموا حلمهم وسعوا في رحلتهم من مساكن الطلبة للجراج للجوجل بلاكس بهدف واحد، وهو الصالح العام وليس المكسب السريع وكسب الغنى المادي، لأننا كبني أدمين مزروع فينا بالفطرة إن رزقنا موجود وكل ما علينا فقط هو السعي. فرزقك جايلك، وهي دي الباقيات الصالحات كما نسميها في عالمنا العربي، أي كل ما ينفع العباد والأرض. يا ترى يا فندم ويا فندمة، لو حطيتوا أهدافكم زي جوجل ورسمتوا خطوات أحلامكم، هتوصلوا لفين يا ولاد الذين انتم؟